وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل سيدي الدكتور. صوت كده كويس؟ صوت واضح. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالحضور. أتمنى إن شاء الله إن إحنا نقدر نقدم محتوى جديد، محتوى غني إن شاء الله يفيدنا كلنا. طبعا أنا بستفيد قبليكم إن أنا بقدر أوصل معلومة، ودايما بستفيد من الأصدقاء اللي بنتكلم مع بعض في المواضيع الهندسية ومواضيع الرسم والدرافتنج. أولا إحنا الأوتوكاد. الأوتوكاد ده برنامج معروف، إحنا طبعا أنا بادفانس فمش هتخش في الأوتوكاد ومعناه إيه والحاجات دي كلها. برنامج الأوتوكاد الناس في ناس بتشتغل عليه، ولكن إحنا بنحاول نوصل لمرحلة متقدمة شوية. مين اللي هيشتغل معانا؟ الديزاينرز، وأي واحد مهتم بالأوتوكاد هيقدر يستفيد منه. عايزين نعمل بداية خالص، لازم نعرف الأوتوكاد. لازم نهتم بقائمة مهمة جدا اللي هي إيه؟ اللي هي الفورمات دي. طبعا هنهتم بيها كويس قوي، لو اهتمينا بيها وعملناها كويس هنقدر نتحكم في الأوتوكاد جامد. طيب دي هتكون محور الكورس. طب نبتدي بإيه بقى؟ نبتدي باللايرز. احنا يا جماعه اولا طبعا اتمنى انكم شفتوا المحتويات الكورس، ولو حد مع ليه دي تعديل او ليه اي اضافه يا ريت يبلغنا بيها بحيث ان احنا نتكلم فيها برضه. تمام. في اللايرز، مش عارف دي تشيلز ايه. تمام كده. اللاير يا جماعه دي اهم حاجه بتظهر لينا الشغل. اولا ليا انا ان انا وانا اجي شغال، فانا لازم اعرف ال الشغل بتاعي في انهي لون وحاجات زي ما جت بعض كده، بيديني محتوى، بيديني امكانيه ان انا اشتغل باللايرز عشان ادي سمكات محدده للخطوط. تمام. طب سمعتوا يا جماعه انا دي اشيلها ازاي يا باشمهندس؟ معايا يا باشمهندس؟ هو اللي هي كلمة ادمت اللي بتظهر دي؟ نعم زي ما بيشتغل. طب طيب هو انا هشيلها، بس حضرتك ما تغيرش الشير بتاع السكرين، او لما تعوز تغيره بعرفني بس. اغير ايه؟ يعني حضرتك لو فصلت الشير وجيت تعمل شير تاني مش هتعرف تعمل شير الا لما ارجع حضرتك كوس تاني. تمام ماشي. تمام احنا نرجع تاني لمرجعنا اللايرز. طبعا ده المسمى، ده الاون اوف، وده الفريز لوك، لايرز الكلر، اللاين تايب، اللاين ويت. اللاين ويت ده احنا اتكلمنا فيه في الكورس بتاع الستاندرد، ولكن هنتكلم فيه. احنا عندنا في نوعين او في طريقتين للطباعه. في طريقه اللي هي بالكلر، اللي هي باللون، لما اجي اقول له كل لون يتبع بسمك معين. هنيجي نطبع برنت، هناخد مثلا جري سكيل. لما اجي اقول له مثلا كلر اللون الاحمر اطبعه بلاين ويت معين، فدي الالوان الموجوده. تمام. دي طريقه ان انا اعمل حسب اللون بطبع السماك. الطريقه الثانيه اللي هي اخلي اقول له اوبجكت لاين ويت، وبعدين ابتدي اغير في الجزء ده اللي هو هنا. فطبعا هنا هقول له مثلا انا عايز اللير ده بسماكه معينه 0.5، ده 0.2 0.05 0.2. اوكي. هتفرق في ايه؟ بتفرق ان دلوقتي انا خرجت من حته الكلر ان انا اغير اللون ده او اثبت اللون. انا ممكن اخليهم كلهم لون واحد ولكن السماكات مختلفه، فده بيساعدني، بيديني امكانيه اكتر ان انا اقدر اتحكم في الطباعه اكتر. لان مثلا اقسام، مثلا الاقسام المعماري طبعا بيستعمل باللايرز كتير، لكن القسم الرئيسي اللي هو سوري الديبارتمنت انجينيرنج التانيين اللي هم الام اي بي عامه بيستعملوا اول 7 الوان بس، وكل واحد عايز لون بسمكه معينه. مش هاجي بقى اعمل
بلوت ليميت لكل قسم، فانا بعمله واحد ومن هنا من الجزء ده بغير سمكات كل خط موجود. طيب احنا عايزين نكتب بقى ايه، نفتح ليرز كتيره كده. تمام. طيب انا دلوقتي عندي الليرز مثلا دي، ولما اجي اخد اكستندد ريفرنس في ما في مكان ما، انا عايز مثلا التلاتة دول اخدهم اهم، انا عايز افلتر اللايرز بطريقه معينه. يعني ايه بطريقه معينه؟ يعني اللايرز مثلا المعماري، طبعا انا لما باجي اسمي في لما اجي اعمل سيستم بقى معين، فانا بسمي مثلا اللايرز A داش كذا، A داش فدي الاركتكت المعماري، S ستراكشر، C سيفل، E الكتريك، وهكذا. فالحاجات دي كلها اقسام بتفرق، فانا عايز اعمل فلتريشن للحاجات دي، فلتر للحاجات دي كلها. طيب هنا اللايرز بتاعت الاكس ريف هتظهر هنا. طيب انا عايز اللايرز اللي هي داش اي 4 داش، فبجي في الحته دي اهي، الزرار ده بيفتح لي الفلتر بروبرتس، بكتب مثلا الفلترز بتاع الاي 4 داش. طبعا الاسماء دي هنا مختلفة مش هتفرق قوي معانا، لكن دي الاسماء بتعرف بيها بس. هنا بقى النيمينج، هنا اسم اللايرز، انا عايز اللاير اللي بيبتدي A4-405، A4-405 وبعد كده بقى بحط الاستريكس هنا عشان يجيب ايا كان موجود. لو شلتها الاستريكس مش هيجي لايرز، لان مفيش لايرز، مفيش لاير اسمه كده. تمام. فبقول الاستريكس اوكي، هرجع لللايرز تاني هلاقيه موجود هنا اهو. هنبص هنلاقي اللايرز دي بس هي اللي موجوده وجت معانا. طب تيجي نغيرها، لو قلنا لو نقول خليها الاي 5 405 برضو، وهنا خلينا دي اي 5. اي 5 405 مش موجود، خدتوا بالكم يا جماعه؟ مفيش لايرز عندنا في الحاجات دي. طب نعدل، نعمل من غير 405 بس، نخليها اي 5 اف اهي، جت لنا الاي 5 كلها داش 50 اهي، جت A5. نعمل واحد تاني للـ A4 بقى عشان تبان اكتر. A4 هنقول له هنا اي حاجة تبتدي بـ A4 يظهرها، هقول له نيجي نخش بقى نشوف على اللايرز دهيت. هنا يا جماعة A5 اهي، A5 داش، وهنا الـ A4 اللي هي بتاخد معانا. تمام كده يا جماعة؟ احنا عايزين بس الكورس ده يكون تفاعلي، يكون من طرفين. انا ممكن اقول حاجه، لو حد عايز واخد وقت معين يجربها عنده يتفضل يرفع ايده مثلا، يرفع ايده او حاجه، او اللي هي ريز هاند هيت، يقول لي عشان يجربها. تمام يا جماعه؟ فاي اي وقت او اي حاجه ممكن برضو تفضلوا، انا هستنى ونجربها. طبعا الحاجات دي احنا صغيره، ممكن حاجات بسيطه صغيره ممكن تبقى تتذكر، ولكن لما ندخل في حاجات ثانيه ممكن تبقى كبيره شويه، ممكن ناخد وقت فيها ان احنا نتكلم فيها. طب ماشي، نرجع ثاني بقى لحاجتنا. اللايرز خلاص، كريتنج لاير فلتر. تمام. الانوتيشن، ايه الانوتيشن يا جماعه؟ لو حد حابب يفتح المايك يتفاعل يتواصل معايا عادي يعني، اتفضلوا يا باشمهندس عمرو، لو حد عايز يتفضل ويفتح المايك يتفضل عشان نتفاعل. احنا كنا زمان اما كنا نقفل المسألة عشان ايه، مؤاخذة يا جماعة.
كنا زمان لما نيجي نكتب تكست مثلا فبنكتب تكست جراوند فلور بلان، طب احنا لو على 1 ل 100 سكيل 1 ل 200 وسكيل 1 ل 300 والحاجات دي كلها بنضطر نعمل 2 تكست. تمام، ده نعمله سكيل 2 مثلا لان ده هو سكيل 1 ل 100، ده 1 ل 200 وده 1 ل 100. فما اجي اعدل حاجه هنا فلازم لازم اقعد اعدلها مرتين هنا وهنا وهنا والحاجات دي كلها. جه الاوتوكاد قال لنا لا يا جماعه احنا نعمل حاجه اسمها انوتيشن. انوتيشن دي ايه؟ انوتيشن دي يعني بيكبر ويصغر كل حاجه حسب السكيل، حسب الانوتيشن بتاعك. طب فين الانوتيشن بتاعنا تحت؟ الجزء ده اللي هو اهو تحت شايفينه يا جماعه اللي هو ده الاوتوكاد بيدينا انه سكيلز احنا عايزينها اللي بنستعملها عامه اللي هي بالملي وبالانش حسب النظام اللي هو الايه الانجليزي. طيب انا في حاجه هنا دي 1 ل 1 2 4 5 هنا مثلا مش موجود 1 ل 25 عايز اضيفه. احنا بنتعامل هنا السكيل ده بالملي، ده مبدئيا بالملي. هنروح حالين ايه نقول له هندوس على الزرار اللي هو الكاستم او من تاني، هندوس على الزرار ده اهوت هيظهر لنا القايمه في اخر الزرار السطر فيها اللي هو ايه الكاستم، ندوس عليه هيظهر لنا القايمه دي هنقول له اد. انا عايز سكيل 1 الى بير يونت اكتب 1 درونج يونت 25 بنشتغل على الملي. طيب هنقول له اوكي هنظهر ظهرت عندنا هنا اهي 1 ل 25 ظهرت اهي. تمام، طب انا عايز بقى رقم من المتر والملي اللي هي الالف، فانا هقول له 1 و20 متر. في العادي نكتب 1 ل 25. طبعا في بيقعد بيحسب يقول لك 1 وبعدين 0.225، لا هي اكتبها 1000 على طول ريح نفسك 1000 ل 1.25 دي في المتر. لما نيجي نرسم بالمتر عايزين نعمل انوتيشن بنعمله 1000 ل 5000، نعمل واحد ثاني اللي هو مثلا 1 ل 100 مثلا، ادي 1 الى 100 بالمتر. يبقى هنا في العادي بنكتب 1 ل 100 لكن هنا عشان بنكتب المتر هنعمل هنا ايه؟ هنا 1000. تمام يا جماعه، بقى عندنا ظاهرين اهم نشتغل عليهم. تمام كده يا جماعه. طيب هنا بقى هنستفيد منها ازاي حته الانوتيشن دي؟ دي بنستفيد منها عامه لما نكون بنعمل اكتر من سكيل في اللوحه الواحده، سكيل عن طريق اللي اوت مش عن طريق السكيل الاوبجكت نفسه. ازاي يا جماعه؟ تيجي نفتح مشروع كده كنا شغالين عليه شويه كده اهو مثلا، ده يا جماعه اهو ده سكيل 1 ل 25 وفي قفل هنا اهو عشان ما حدش لما اعمل دبل كليك جوه الفيو بورد ما يبصش معايا، اروح فاتح واغير السكيل 1 ل 25. بصوا يا جماعه الاول ايه ناكد بس ان هنعمل مربع بس كده حوالين التكس عشان نعرف حجمه قد ايه. تمام، بعدين ندخل جوه ونقول له غيرها دي 1 ل 10. هذا التكس شفتوا يا جماعه؟ الله ما تغيرش حاجه، التكست كبر. هقول لك ان احنا لازم نعرف التكست ده او الدايمنشن ده ان هو النوتيشن. شوف هو ما كبرش، لو هنكبر ونصغر طبعا ده التكست دهوت المربع ده اللي احنا عاملينه ده كان حجم التكست. نرجع تاني نعملها، هنرجع 25 اهي. المفروض لما اغير الانوتيشن التكست زي ما هو، لما اغير السكيل انوتيشن دوت اللي هو اللي تحت ده هنا ده لما اغير 1 ل 25 المفروض التكست يفضل حجمه زي ما هو، لكن انا دلوقتي الحجم ما اتغيرش الحجم كبر. ليه؟ طب نمسك الديميشن كله
كده عشان نشوف الفرق بينهم وهنفتح. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش معلش يا باشمهندس حسن، هو الصوت بيقطع كتير قوي والشريط الادوات من تحت في الكاد مش ظاهر. شريط الادوات مش ظاهر. انت طب طب اعمل شيرنج ازاي تاني؟ اهو. طب هستوب شيرنج وتفتح لي الشيرنج تاني. ماشي. سامعني يا باشمهندس؟ انا كده تمام. ادي الشيرنج اهو، انا بدوس سكرين صح كده؟ لا يا باشمهندس لسه السكرين ما ظهرتش. سكرين اقول شير، ظهر كده. اه بالضبط. طيب نقول تاني، احنا بنستعمل الانوتيشن عشان نخلي التكست لما كل ما نغير السكيل بتاع اللوحه في الفيو بورت يفطر التكست بحجمه زي ما هو، لا يكبر ولا يصغر معانا عشان يبقى اللوحه متناسقه ومظبوطه. فهنيجي نجرب في اللوحه دي، احنا عملنا هنا مستطيل الكتابه اهو، تكست عملنا حوالي الكتابه. لما نيجي نعمل نغير السكيل اللي هو من هنا اهو، هنيجي نغير السكين نخلي 1:10، المفروض الكتابه التكست يصغر، التكست ما صغرش ليه؟ هنيجي نشوف بقى تاني، نرجع تاني 25 اهو، لان لازم اعرف الدايمنشن ده ان هو النوتيشن في 1:100 او 1:10 او 1:25. لون التكست اهو بروبرتس في النوتيشن هنا اهو. نضيف 1:25 او نضيف 1:25 سوري، يعني نضيف 1:10 ونقول له اوكي. اوكي تمام. اغير 1:10 بقى. شفتوا يا جماعه عامل ازاي؟ تكست كبير وتكست صغير. ليه؟ لان ده متعرف وهتلاقي نفس الحجم اهو. وصل الفرق يا جماعه كده ازاي؟ فهو طب هننسى ده تمام كده يا جماعه. انا بس افتح ال، في اي استفسار او اي حاجه؟ تمام لحد هنا باشمهندس؟ بعد اذنك. نعم. ممكن حضرتك تتعرف الهدف تاني من الانوتيشن بعد اذنك؟ عشان بس انا مش فاهمه قوي. ماشي حاضر. في استفسار تاني؟ كنا زمان اما نفتح الاوتوكاد ونشتغل عليه ونحب نعمل في الفيو بورت، كان الاوتوكاد 14 مثلا في فيو بورت، ولكن لما نيجي نغير الفيو بورت ونغير السكيل بتاعه، يعني مثلا عندنا لوحه فريم كبير او حجم كبير 1:200 وبعدين نقسمه يبقى 1:100، فالتكست هنعمله ايه؟ بنعمله مرتين، والتايتل نعمله مرتين، وكل حاجه نعملها مرتين عشان التكست يبقى حجمه متناسب. لان لو عملتين وعملت 1:100 الحجم التكست هيبقى ضخم هيملى المكان كله. طيب فهم جم قالوا ايه بقى؟ نفس الحكايه الدايمنشن، الدايمنشن كنا بنعمل 2 دايمنشن كبير وصغير، وكان حاجه مهلكه شويه وتقعد تعمل ايديت كتير قوي. طيب هم جم حلوها بقى، قال لك ايه؟ قال لك احنا هنخليك تغير في الفيو بورت بس الانوتيشن هو اللي يتحكم في السكيل. ازاي؟ احنا عندنا فيو بورت اهو، في لوحه عندنا فيها فيو بورت وفي دايمنشن، هنخلي دايمنشن بس دلوقتي اهو، نقرب شويه ونشوف في دايمنشن. الدايمنشن كبير هنا، لما نيجي نغيره لان دي 1:10 اهي، شايفين يا جماعه 1:10 السكيل دهوت، نعمل 1:25 هنلاقي الحجم
كبر. طيب احنا عملنا هنا مستطيل حوالين التكست عشان نشوف التكست هيكبر ولا يصغر. هو تقريبا تقريبا كده اهو مستطيل قد التكست. لما نيجي نغير الفيو السكيل بتاعه دخلنا جوه الفيو بورد دبل كليك جواه هيدخل جواه. طبعا باين هنا الحدود واقفه باين يا جماعه احنا جوه الفيو بورد اهو. نغير السكيل بقى خليه 1/10. بصوا الدايمنشن كبر لسه كله كبر مفاجاه صغرت ليه؟ لازم اقول له عرف ده ان ياخد سكيل 1/10 برضه. اروح اعمل له سيلكت للدايمنشن واخش على الوتيلي دايمنشن اهو واقول له اعرفه هقول له اد هقول له ضيف ليه السكيل اللي هو 1/10 هتلاقوه صغير يا جماعه كده. طب يا جماعه احنا طب ما احنا ممكن نعملها على طول ونخلص ونحط كل الدايمنشنز بكل السكيلز نحطها صح كده؟ مش ده اسهل؟ هقول لك لا احنا هم بنستغلها في حاجات تانية. زي ايه؟ زي انا ممكن اخلي بعض الدايمنشن وبعض التكست يظهر في فيو بورد في سكيل معين وما يظهرش في سكيل تاني. ازاي؟ احنا عندنا جزء ده واخد كله، الجزء ده 1/10 و1 ل 25 والجزء ده 1 ل 25 بس. طب نرجع تاني تحت كده جنب الفيو بورد دهوت لما قلنا 1/10 بس شوفوا في اتنين دايمنشن ازاي، واحد صغير واحد كبير ازاي. في زرار جنبه هنا اهو واخدين بالكم منه اهو انا واقف عليه اهو اللي هو علامه المتسوبيشي. في اتنين علامه متسوبيشي اهم، خلينا في اللي على الشمال اللي في على الشمال عليها لمبه منوره اهي تمام. دي بقول له بيها يا اما تفعل كل الانوتيشن او تفعل تفعل احنا مش عايزين دوس عليها ونشوف الفرق اهو اللي حصل يا جماعه. الواحد ال 25 اختفى. نفتحه تاني ونشوف، نيجي نشوف دهوت الدايمنشن ده، هنيجي نشوف واخد انوتيشن سكيل كام؟ 1 ل 25 بس. فهنا في الزرار ده اللي هو اللي تحت ده يعني المتسوبيشي اللمبه بقول له في الفيو بورت لما في اظهر الاوبجكتس اللي واخده السكيل ده بس. معنى كده ان دول 1 ل 25 مش هياخده، مش هيظهر له 1 ل 25 وانا مشغل وانا مفعل 1 ل 10 بس. دي هستفيد منها في ايه؟ مثلا انا ممكن هنا في الحته في الجزء ده هخلي كله 1 ل 25 او 1 ل 10 مثلا اهو كده، هنخلي كل ده 1 ل 10 بس، نقول له اد 1 ل 10 ونشيل 1 ل 25 اقول له اوكي واقفله اهي. هقول له 1 ل 25 تمام وهقفل دي كده اللي ظهر عندي اللي هو الكبير بس. طب الجزء ده هاخده في بورت تاني وهقول له تيجي نجرب في بورت تاني كده يا جماعه، ناخده فوق شويه كده، ناخد واحد تاني تحتيه. ده احنا ايه يا جماعه؟ احنا ظاهرينه 1 ل 5 لا 1 ل 10 بس. هقول له دي خلي دي 1 ل 10 قلت له ظهر ايه؟ الدايمنشن كله ظهر، مع ان هو مش ظاهر هنا لان هنا الفيو بورت ده 1 ل 25 والفيو بورت ده 1 ل 10 وهنا انا طفيت اللمبه بتاعت الانوتيشن معناها ان كل فيو بورت الانوتيشن الفيو بورت سكيل الفيو بورت بس. واضحه النقطه دي يا جماعه؟ اتمنى التفاعل لو في لو في حاجه اتفضلوا. فين ال اجيب لي الشات ازاي يا جماعه؟ نفسي لو حد واضح
دي بقى يا جماعه ببتدي ايه، هي ممكن تكون غامضه شويه دلوقتي او مش واضحه، ديتيلز هتحس بيها. تمام. ليه بقى؟ لانك انت عايز ترسم رسمه وهي هي نفسها عايز تحط عليها دايمنشن، زي مثلا هنقول مثلا مثلا معانا واضح جدا كبير قوي، لما يكون عندك لوحه 1 لـ100 مثلا، هنقول هي كبيره وهتيجي لوحتين 1 لـ100. تمام. فانا لو سبت الدايمنشن في 1 لـ200 1 لـ100 هتلاقيه دخل في بعضه مش هيبان. فانا هقول له الدايمنشنز كلها والتكست كله خليها 1 لـ200 ما تظهرش، وخليها تظهر في 1 لـ100، وهسيب واحد او تعريف واحد بس او التوتال دايمنشن هو اللي يظهر، زي هنا زي ما احنا عملنا هنا بالظبط، هنعتبر ان دي 1 لـ200 ودي 1 لـ100. فانا مش عايز اظهر الدايمنشن دي لانه هيلخبط كتير لو ظهرناه، ولكن عايز ازوره في 1 لـ100. تمام كده يا جماعه، الحته دي واضحه؟ واضحه كده يا جماعه النقطه ولا في مش واضحه قوي؟ عامه انت مع التاني. لو سمحت استاذ حاجه يا شمس حسن، يعني لو نعملها على ملف جديد افضل. حاضر ماشي، انا شاكر جدا. حاضر يا جماعه، احنا عندنا يا جماعه ادي اللوحه اهي، شوف الفي بورت نشتغل عليها اهي. حط دايمنشن هنا، طبعا بفعله وخليه هو الايه الرئيسي بتاعي عشان اشتغل عليه. ده سيستم كنت بعمله لشركه اسمها كشاف، فالكشاف كي اي سي. تمام، انا ردي الموجود عندي دلوقتي فاشتغل عليه، فاقول له انزل ده، انزل الكشاف، نزل السيستم بتاعي واشتغل ده، خلي دي الديفولت بتاعتك. ماشي تمام، صغير جدا، هنحط ضايفين نخليه 1 لـ100. طيب هنشتغل هنا بـ1 لـ100، نعمل برضه ثاني تالي كده ايه واضحه شويه. هنعمل الدايمنشن دي ونكمل الديمنشن ده وناخد ديمنشن توتال ليهم كلهم، نخليه ورا شويه اهو، نخلي ديمنشن هنا كمان بالعرض. كده تمام يا جماعه. طب انا عايز دي اظهرها، انا عندي خطه ارض اهي موجوده والتوتال ديمنشن بس هو اللي عايز يظهر في الـ1 لـ200، و الديتيل كلها هتظهر في 1 لـ100. هروح اعمل سكيل، هعمل واحد جديد، هعمل سكيل جديد هسميه 1 لـ200، 1 إلى 200، والسكيل بتاعه هيبقى كام؟ دورينس هيبقى 200. لحد كده تمام. ناخد بقى نبتدي نقسم الشغل بتاعنا، كل ده هياخد 1 لـ100. انا عايز تمام. طب واللي عايز يظهر في 1 لـ200 بس ايه؟ هو ده وده. عشان ده مديهم ايه السكيل بتاع 1 لـ200، فين 1 لـ200 اهو. هقول له اوكي. كده خدنا كل البلان 1 لـ100، والكبير بس ده وده 1 لـ200. نجربهم، هنطفي دي لان ده 1 لـ100 زهره. نروح داخلين على 1 لـ200 بقى، هيحصل ايه؟ اهو شفت يا جماعه، وده اختفى. اهي بص، نفتح اللمبه اهو، انا هفتح اللمبه بتاعت الانوتيشن. شفتوا الحجم ده بالنسبه للحجم ده عامل ازاي؟ مع ان هم كانوا قد بعض، لو رجعنا 1 لـ100 هنلاقيهم ايه؟ قد بعض اهم. واضحه كده؟
اللي قلناها. اللي قلناه في الدايمنشن هيمشي على باقي الحاجات اللي فيها الانوتيشن. زي ايه؟ زي التكست. لو عملت تكست انوتيشن هيتطبق عليه الحاجات دي. تيجي نجرب. جرب تكست عادي اهو، نسميه بيم. يا رب راح فين اهو. هنخلي حجمه لو التكست عادي هيبقى 2.5، وهندي له انوتيشن بقى. شوف هنا بيقول لي ايه انوتيشن نو، ليه؟ الستايل بتاعه ده ما فيهوش انوتيشن. في انوتيشن، وهندي له 1 ل 100 لان هو واحد واخد 1 ل 100 2.5 اهو. تمام يا جماعه، هناخد برضو واحد منه كوبي كده، نسخه ثانيه حلوه ظريفه، ونخلي اياه 1 ل 100 وهندي ده لواحد، نكتب جنبه بقى عشان يبان 1 الى 100، وده و زائد 1 الى 200. تمام كده يا جماعه؟ يبقى ده هندي 1 ل 100 بس، وده واخده فعلا اهو 1 ل 100 بس. نيجي هنا هندي 1 ل 200، ندي له 1 ونقول له اوكي ظهر. نطفي اللمبه، نطفي اللمبه اللي هي تحت دي في الانتوجين، اسمها النوتيشن فيزيبيليتي. احنا واقفين 1 ل 100، والاثنين دول الاثنين تكس 100، والدايمنشن كل واحد 1 ل 100، نورها 1 ل 100، هيحصل ايه؟ تتوقع هيحصل ايه؟ اهو. مع ان بصوا خلي بالكم يا جماعه، بصوا هنا موديل تكست هايت، ده تكست هايت، موديل تكست هايت، ده اللي هيظهر في الانوتيشن بتاعنا اهو. ده 2.5. نرجع برضو ل 100 1 ل 100 ونمسك الاثنين، هنلاقيهم 2.5 وكده تمام، وكل حاجه تمام. تمام كده يا جماعه؟ واضحه؟ طيب يمشي على البلوك. يمشي على البلوك، بس في لازم حته نخلي بالنا منها، حته نخلي بالنا منها في البلوك. هناخد التكست ده مع المربع ده، هنعملهم اهو. خدناه بلوك سريع جدا اللي هو كنترول سي كنترول شيفت في اهو. هنعمل ازاي؟ نحول البلوك كله بي اي بلوك اديت عادي. وتعالى يا عم الحاج في اخر سطر هنا كده هتلاقيه تحت، اخر مجموعه تحت، يقول لك ايه؟ هيقول لك عايز انوتيشن، هتقول له يس. تمام. وبعدين نقفل البلوك، تيجي نغير النوتيشن كده هنشوف هيحصل ايه. 1 ل 100. طب تيجي 1 ل 200 بقى هيحصل ايه؟ راح فين؟ اختفى. اولا ليه؟ لانه اولا مش متعرف. 1 ل 200 يظهر 1، نعمل الصندوق نبين بتاعنا ونقول له انوتيشن ده خليه 1 ل 100، خلي معاه 1 ل 200 كمان وقول له اوكي اهو. وادي 1 ل 100 اهو، كل حاجه رجعت في مكانها. لما نيجي 1 ل 200 اهو، شفتوا بقى حجم البلوك عامل ازاي؟ شفتوا الفرق بين الاثنين اهو؟ 1 ل 100 اهو، هحط مربع حواليه احمر عشان نشوفه. ده ال 1 ل 100 اهو لونه احمر. تمام. نغير الانوتيشن بتاعنا، خليه 1 ل 200. شفتوا كبر ازاي؟ لاحظتوا الفرق؟ نخش 1 ل 1 اهو، طبعا صغير هنا. هو كده هو ده ليه البلوك ظهر يا جماعه؟ لانه لما نيجي نشوف كده في الانوتيشن بتاعنا هنلاقيه واخد 1 ل 1، عشان كده ظهر. باقي الحاجات ما ظهرتش ليه؟ لانها الدايمنشن اللي هنا كله ما ظهرش، لان هو مش واخد 1 ل 1. وصلت الفكره؟ نرجع تاني
واحد لمتين وواحد لمية. تمام كده يا جماعة؟ مهندس محمد إبراهيم، أو الاختلاف في الموديل ده بيظهر وهيدخل عليه. طبعا بيعمل، لو بلوك بيعمل وبيتأثر تبعا لكده في الفيو بورت. تيجي نجرب اهو الفيو بورت بتاعنا اهو، ونديله الانتشن بتاعنا اللي هو 1 لـ100، ونشوف اللي هيظهر فيه. اهو طبعا ده مش هيظهر 1 لـ100 ابدا، ده كبير جدا. نديله سكيل او ظهر اهو. ازاي نسخ نخلي خلفيته سودا؟ بنعمل قبل، يعني نعمل طباعه ونقول له ابلاي تو لاي اوت، هيظهر الخلفيه بتاعت سودا اهو. بصوا يا جماعه اهو، هنيجي نخش بقى على ايه، 1 لـ100، نعمل 1 لـ200 اهو. خدتوا بالكم اللي حصل؟ الموديل نفسه صغر، انما التكست تاني زي ما هو. نجربها تاني، نعمل 1 لـ100 اهو، نرجع 1 لـ100 اهو. هنطلع بره خالص اهو، احنا بره دلوقتي بره الفيو بورد، وهنعمل ريكتانجل هنا، 2 ريكتانجل، ريكتانجل على الشكل عشان نشوف عمل ايه، وريكتانجل على التكست عشان نشوف التكست بتاعنا هيفضل ثابت في حجمه ولا لا. ندخل جوه كده ونغير اهو تاني، عملنا 1. خلي بالكم بقى بس عشان نلونهم تاني، ده احنا بره فيو بورت اهو، عاملين مربع حاجه كله والتكست. خليناها اصفر اهي. طيب هنغير من 1 لـ100 1 لـ200. شفتوا يا جماعه ايه اللي فضل ثابت؟ البلوك، لان هو كبر خد السكيل بتاعه، ان البلوك خد ضاعف نفسه من 1 لـ100 لـ1 لـ200. ايوه، ما هو البلوك، ما هو البلوك، البلوك انوتيشن دلوقتي، احنا عاملين البلوك انوتيشن عشان كده كبر وصغر. في ايه؟ في الاتريبيو، في تايتل مثلا اهو. طب نطلع اللوحه الثانيه عشان نشوفها، هجيب منها تايتل. ما فيش تايتل ممكن نستعمل التايتل ده يا جماعه لما خدناه بلوك فيكبر ويصغر معانا بالحجم بتاع بالطبيعي بتاعنا. هبص يا جماعه كبر وصغر، بس نرجع تاني 1 لـ200 اهو. البلوك بيتغير، شوف المربع ده يا جماعه، المستطيل ده اللي احنا واخدين فيه دايمنشنز صغر وكبر، اللي هو اللي هو الشغل الطبيعي لما اعمل 1 لـ100 غير 1 لـ200. لكن البلوك نفسه كبر وخد ضعفه لان انا عامله انوتيشن. طب ما تيجي نعمل في الموديل بلوك تاني ما يكونش انوتيشن اهو، كنترول سي كنترول شيفت في، ده ما فيهوش انوتيشن بقى اهو. فرقت منهم ان ده فيه خطوط، ده اللي ما فيهوش انوتيشن وده اللي فيه انوتيشن. تمام، نخليه تحت بقى اهو، ده البلوك. خلينا فاكرين يا جماعه ده البلوك عشان نفرقه، هنعمل جواه دايره اهو. احنا كده في الموديل، نطلع على اللي اوت اهو. اللي اوت جواه هنعمل كام؟ 1 لـ100 اهو. شفتوا يا جماعه كله جوه المستطيل اهو، نطلع بره وناخد المستطيل معانا لحد كده. تمام، تيجي نغير الفيو بورت بقى، السكريبت بتاع الفيو بورت اهو، نخليه 1 لـ200. هيحصل ايه؟ تتوقعوا اللي يحصل؟ 1 لـ200 اهو.
اولا الديمنشن اختفى اللي هو الواحد للمية، ثاني بلوك ده ان هو انوتيشن كبر، وده تاني زي ما هو حجمه صغير اهو لان هو مش انوتيشن. التكست نفس المبدا يا جماعه اهو نفس الحجم، نطلع بره ونشوف التكست بقى حجمه قد ايه اهو. شفتوا يا جماعه ثابت ازاي اهو؟ ودي النقطه اللي عايز اتكلم فيها معاكم دلوقتي، ازاي اثبت البلوك كبر. واحد بيقول طب البلوك باشمهندس شادي بيقول طب البلوك، البلوك حجمه كبر ولكن التكست اتغير وصغر، صغره كبر. تمام يا جماعه؟ حد عمل ريز هاند ولا حاجه؟ هنجيبها ازاي ريز هاند يا جماعه؟ ماشي. طب انتوا لاحظتوا الحته دي؟ هنفرق في الاثنين دول في البلوك جوه، هنخش البلوك جوه ونجرب حاجه كده ناخد رايكم فيها. هنقول له جوه البلوك احنا عندنا الاثنين تكست دول واخدين ايه؟ واخدين انوتيشن او مش انوتيشن اهو، هنعمل ده انوتيشن، ايه رايكم؟ هنقول يس، فهيرجع اللي هو 2.5 بتاعنا العادي اهو. تمام كده يا جماعه؟ ونقول له كلوز سيف عادي. خدتوا بالكم اللي حصل ايه؟ واحد 200 اهو. الاثنين تكست فرقوا عن بعض. ليه؟ لان ده اللي تحت ده معلوش انوتيشن، انما ده فيه انوتيشن. تمام يا جماعه؟ اللي تحت ما فيهوش انوتيشن واللي فوق فيه انوتيشن. اللي فوق كبر مرتين، مره مع البلوك لما اللي هو البلوك عادي لما كبر، ومره مع الانوتيشن بتاع التكست نفسه. فتلاقي بص حجم التكست، هتلاقيه حجمه ازاي؟ اهو ده حجم الضعف دلوقتي. لو عملنا كده هتلاقي بص حجم الضعف اهو. ليه؟ لانه كبر مرتين. طب استفيد منها في ايه؟ في حد انشائي؟ في مهندس انشائي؟ لو مهندس انشائي بيجي مثلا يكتب البيم، بيكتب بي 1 بي 1 تمام؟ هو عايزه تظهر في واحد، عايز الكاميرا نفسها. هو لو عامل بلوك للكاميرا البي نفسها فيها بلوك، البلوك نفسه مش عايز يكبر، ما انا مش عايز البلوك انوتيشن، ولكن عايز التكست نفسه انوتيشن، عشان لما اكبر واصغر الانوتيشن يبقى البلوك بحجمه الطبيعي زي ما هو هو، ولكن التكست اللي جواه كبر وصغر. نجربها تاني، نجربها في البلوك التاني. البلوك ده نحط هنا تكست عادي اهو. هروح فين التكست اهو؟ هنخليه 2.5 وهنخليه اي سي عشان ياخد الانوتيشن. ادي واحد 1 ل 100 2.5 اهو واخد انوتيشن. تمام، ونخلي الانوتيشن بتاعه نديله 1 ل 200 كمان عشان يكبر معانا ويصغر ويبان في الكبر والصغر اهو.